في ليالي مدرسة بات كوبا في كربلاء، كان محمد تقي يمعن النظر إلى السماء شوقاً إلى دليل يأتي من بعيد ويأخذه معه. ما میریم کربلا فرمایش نده؟ خیلی بس فردا صبح. فردا صبح؟ بله بله انشالله توفیق بدهد. نه موفق شدید انشالله. یک مقداری در حرم از تعبیل هست، یک زیارت مختصری بکنید. خیلی حالا حاضر فرمودید؟ بله چه بکنم. قضى 16 سنة في كربلاء وتعمم أمام ناظري أبيه، ولكن عينيه تتطلعان إلى أفق أبعد، تبحث عن طريق تتقرب فيه أكثر وتكتسب المعرفة القلبية. وقد ذكر تلك الأيام فيما بعد بقوله: كنت في كربلاء أذهب يومياً لزيارة حرم سيد الشهداء، وأطلب منه إلى جانب الدراسة والبحث والعلوم الحوزوية أن يساعدني كذلك على تهذيب النفس وتزكية الباطن. لا شك أنه يعلم أن السبيل إلى تهذيب النفس وتزكية الباطن لا يمكن السلوك فيه دون مصاحبة أستاذ كامل. خدا رحمت کند حضرت آیت الله آملی را. رحم الله آية الله آملي، أعني محمد تقي الشيخ الحاج محمد تقي آملي. كانت إحدى وصاياه الدقيقة والحكيمة للأستاذ حسن زاد آملي حفظه الله تعالى هي أنه قال له: إن أراد الله سبحانه وتعالى أن يطيل عمر إنسان 60 سنة مثلا، فإن سعى هذا الإنسان لمدة 59 سنة كي يعثر على أستاذه ومراده، وبعدها يبقى في السنة الأخيرة المتبقية من عمره في خدمته، فهذا الأمر يستحق الجهد. إن مسألة أن يشرف أستاذ كامل على إنسان ما مهمة، هذه المسألة أهم من كل شيء. أما المرحوم آية الله القاضي فقد وضح الأمر بقوله: من عثر على أستاذ كامل فكأنه قد طوى نصف الطريق. الأستاذ هو الذي يضع قدمي طالبه على أساس الشريعة ويسلك به وادي المعرفة، المعرفة العميقة للدين والتي لا يمكن العثور عليها بين الكتب والدروس. هذا هو العطش الذي عانى منه محمد تقي ل3 سنوات. كان محمد تقي يعلم أنه لا يمكنه العثور على هكذا أستاذ في كربلاء، فالحوزة العلمية في كربلاء محل تدريس الدروس الرسمية وخاصة الأدب العربي،
ولكنه كان يعلم أيضا أن كربلاء أباب الدخول إلى وادي المعرفة، ومفتاح الوصول إلى مقصوده يجب أن يمر عبر هذا الباب. ولهذا فقد انتظر كثيرا وألح في طريق هذا الباب حتى وصله الجواب في جوار حرم سيد الشهداء، وبان له اسم من كان يبحث عنه، وهو السيد القاضي، ذلك الرجل العظيم في مجال العرفان. كان أبي يملك مطعما في كربلاء، وكان سيد القاضي وبعض طلابه يأتون في ليالي الجمعة إلى كربلاء، وبعد أداء الزيارة والأدعية يذهبون إلى تناول الطعام هناك. سألت أبي متى سمعت اسم السيد القاضي لأول مرة، فقال لي في كربلاء. فتساءلت السيد القاضي في كربلاء كيف، لأن السيد القاضي كان منزويا حتى في النجف. فقال صاحبت أخ السيد الطباطبائي السيد محمد حسن، فكان يتردد علي في حجرتي في المدرسة، فأصبحنا أصدقاء، وهناك تحدثنا عنه. كان السيد محمد حسن إلهي وأخوه العلامة الطباطبائي في ذلك الوقت من طلبة السيد علي القاضي، وكان يأتي كل أسبوع مع أستاذه إلى كربلاء لأداء الزيارة. وبالنظر إلى بعض الأقوال نفهم أن محمد تقي كان يقصد الحرم كل يوم للزيارة، وخلال تلك الزيارات رأى آية الله السيد القاضي لأول مرة، كما كان قد سمع عنه من السيد محمد حسن إلهي. وربما كان السيد القاضي أيضا ممتازا في معرفة جوهر الأشخاص، ورأى استعداد محمد تقي، فأمر السيد محمد حسن بالتقرب منه. على أي حال، فقد عثر محمد تقي على ضالته المنشودة، ولكن كان عليه أن ينتظر سنة أخرى. وأخيرا وفي عام 1933 ميلادي ترك محمد تقي كربلاء قاصدا النجف الأشرف. في ذلك الوقت كانت الحوزة في النجف يديرها آية الله العظمى السيد أبو الحسن الإصفهاني، وكان يتمتع بالمرجعية العامة، وبذل جهده لحفظ الحوزة التي تأسست قبل 1000 عام رغم الضغوط السياسية والاقتصادية. كانت النجف في تلك الفترة مدينة صغيرة لا يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة، وليست مدينة زراعية أو صناعية، مع أن فيها محلات بقالة وخبازون وكل ما يحتاجه الناس. وقع حدث بين العراق وإيران، فمنعت زيارات العتبات المقدسة تماماً، ولم يسمح عندها بدخول قرش واحد كما يقولون من إيران إلى العراق. في ذلك الوقت كانت الحكومة الإيرانية تعرقل إرسال العملة الصعبة إلى العراق، وكانت تسمى حينها الأسعار. كانت الحكومة العراقية لا تعبأ بأهالي النجف الشيعة، ومن جهة أخرى لم تكن إيران تسمح بوصول وجوهات شرعية إلى النجف، ولهذا واجه طلبة العلوم الساكنون في النجف مشاكل متعددة. وبعد سنتين من قدوم محمد تقي إلى النجف، اضطر السيد محمد حسن إلهي وأخوه العلامة الطباطبائي إلى العودة إلى مدينتهم تبريز. وعلى العكس من أخيه الذي هاجر من تبريز إلى قم، بقي محمد حسن في تبريز إلى آخر حياته، ولهذا لم يشتهر كالعلامة الطباطبائي مع ما كان يتمتع به من تقوى وعلم، ولكنه بقي لآخر حياته على علاقة وطيدة مع علماء، منهم آية الله العظمى بهجت، ودرس القليل على يديه. كانوا يمتدحون المرحوم إلهي من الناحية المعنوية، ولكنه
لم يفلح في تقوية الناحية العلمية والعملية لديه، كما أن بعض الأساتذة كآية الله حسن زادة كانوا على علاقة به وقد أخذوا عنه شيئا من العلوم الغريبة. لماذا نداوم على زيارة المراقد الشريفة لأهل البيت؟ لماذا نقبلها؟ لماذا يزداد عطشنا لزيارة الإمام الرضا؟ وعندما نعود إلى بلدنا تزداد بعدها لهفتنا لزيارة كربلاء. قد لا نؤدي هناك الأعمال الخاصة بالزيارة، ولكن يكفي أن تمتلئ نفوسنا بعطر الولاية والحكمة الإلهية كي تشدنا إليها. انفتاح. الانفتاح والسرور والبهجة هي ما بدأ به العلماء الكبار والمراجع وأهل السير والسلوك والأولياء في سيرهم إلى الله تعالى، وبلغوا بها أعماق الملكوت والتعالي. كيف أشرح لكم وماذا أقول وكيف أصف لكم النجف؟ صدقوني أنه كما ذكرت لكم، بل أكثر من ذلك، كأننا في تلك الأزقة ولدنا، وفي تلك الأزقة لعبنا، وفي تلك الأزقة كبرنا، فلم نكن نشعر بالغربة هناك. فهل يمكن للإنسان وهو في أحضان الولاية الكبرى أن يشعر بالغربة؟ هل يمكن؟ لا، أبدا. استقم النور الحكمة، ذلك النور المستطير. يا من لا يتغلغل النور المباشر إلى قلبك، ومتى غرقت في الأنوار تصبح نورا وترى المستور من دون حجاب. هل تريد أن ترى الله مكاشفة وتنظر إلى الحبيب مباشرة؟ انظر في منظار ولاية أهل البيت عليهم السلام. قال لي ذات يوم في الزقاق: يجلبون من النجف الأشرف الدر، هل رأيت در النجف؟ ثم قال: إن كان ترابها يعطيك الدر، فما بالك بما في باطنها، يعني أمير المؤمنين عليه السلام. قال آية الله العظمى بهجت: كنت أذهب ليلاً إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام، وذات ليلة وقبل أن أبدأ بالدعاء رأيت أكثر من 70 شخصاً كآية الله الحاج محمد حسين كمباني والغروي يقرؤون عن حفظ دعاء أبي حمزة الثمالي في صلاة وترهم وهم واقفون. يعني أينما كان يلتفت يمينا أو يسارا وفي كل ركن كان يرى أولياء الله الكاملين هناك. هذه مدرسة السيد محمد كاظم اليزدي. في عام 1933 ميلادي اتخذ محمد تقي حجرة فيها في الطابق الأعلى وسكن فيها، وجاور فيها العديد من الرجال المشهورين العظماء كالشيخ مرتضى الطالقاني الذي كانت حجرته إلى جنب حجرة محمد تقي، وكان يعتبر من أعلام وزهاد زمانه. ذلك الشيخ الذي تحول من راع على سفوح ألموت فارتقى قمة العلم والعرفان، وكذلك السيد علي بهشتي الشاب الذي كان في سن محمد تقي، وبعدها بقية الأصدقاء، ومحمد رضا مظفر الذي كانت حجرته مقابل حجرة محمد تقي، كان يدرس كل ليلة حتى أذان الصبح، وكان يسعى عبر تأليف كتاب وإدارة مدرسة منتدى النشر أن يؤثر على الحوزة بما يتناسب مع تلك الفترة الزمنية.
وبالإمكان لحد الآن سماع ذكريات عن أولئك العظماء عن طريق الآخرين. المرحوم الشيخ مظفر هو الذي أسس منتدى النشر، وأنا كنت واحداً من طلبته. نعم، كما ذكرت لحضراتكم، كان منتدى النشر حلقة وصلاً بين الجديد والقديم. هذه الجملة قد تصفه حق الوصف، فهو لم يكن تجدداً ولم يكن تقدماً، بل بين هذا وهذا، وكان يضم العلوم الحوزوية والعلوم المدرسية. وأنا كما ذكرت كنت أحد الطلبة في منتدى النشر. كان أنيس الشيخ مرتضى طالقاني وملازما له، وقال لي إنه كان يعتني به في أواخر أيام عمره. أما الحادثة التي ذكرها لي فهي في آخر ليلة استدعانا جميعا في الليلة التي توفي في صبيحتها، وكان سعيدا وروى لنا روايات عن الموت والمعاد من بحار الأنوار وفسرها، وكان مسرورا جدا ومبتهجا. كان السيد بهشتي رجلا شريفا وهادئا ومتدينا ووقورا لا نظير له في جامعة النجف، ولا نظير له أيضا في سلامة نفسه، ويندر أن تجد شخصا بعظمته، وكان قريبا منه جدا من الناحية النفسية، فقد كان قد قطعا شوطا في تحصيل العلوم، وكان محترمين وتقيين كلاهما، كان تقيا، وكان يحضران درس المرحوم الشيخ كاظم اليزي معا ويغادراني معا. وكان أن وفق الله سبحانه وتعالى المرحوم آية الله بهجت، فأدرك أساتذة كبارا وحضر دروسهم في مجالات مختلفة مثل علوم الفقه والأصول والعلوم العقلية، حيث أدرك المرجع الكبير المرحوم آية الله أبا الحسن الإصفهاني وحضر دروسه. حاضر بودن. كانت للسيد أبي الحسن الإصفهاني الرئاسة المطلقة، كان هناك مراجع آخرون في زمانه ولكن ليس بمستوى مرجعيته، ولأنه عمر طويلا فقد كان زمن مرجعيته طويلا أيضا. لقد حضر دروس المرحوم آية الله الغروي الإصفهاني الذي كان شخصية عظيمة في مجال الفقه والأصول والعلوم العقلية، وكان قويا من الناحية المعنوية. المرحوم الغروي والمرحوم الحاج محمد حسين كانا من الأساتذة الكبار، ودرسوا شخصيات بارزة مثل السيد الخوي. أدرك آية الله بهجت بتوفيق من الله المرحوم آية الله النائيني والمرحوم أغا ضياء الدين العراقي، وكلهم كانوا بمستوى واحد. أما دروس المرحوم النائيني التي لم يدركها فقد أخذها كلها عن طريق آية الله الخوئي، وقد حضر آية الله بهجت عدة سنوات دروس السيد الخوئي وقد تعجبوا لذلك. مع أن المرحوم
محمد حسين النائيني من مراجع الشيعة الكبار، ولكن الحاج أبي الحسن الإصفهاني كان مقلدوه أكثر من الآخرين. حتى نقل شده است از یکی از کسانی که ما درک کردیم زمانش را که گفته است که آسد ابوالحسن خدا رحمتش کنه در عبادات اعلم است از مرحوم نائینی و ما نائینی در معاملات اعلم است از آسد ابوالحسن. دیگران میگفتن آسد ابوالحسن در جزئیات اعلم است، در فروع جزئیه اعلم است، و اما میرزا نائینی در کلیات و در قواعد اعلم است. في تلك الأيام حضر محمد تقي دروس أساتذة كبار كالسيد محمود الشاهرودي والسيد أبي القاسم الخوئي والشيخ محمد كاظم الشيرازي، وكانت أكبر آمال الميرزا أن يأخذ محمد تقي علم الدين من صاحبه بعد أن ينهي دراسته ليصبح رجل دين يقتدي به الناس، وكانت هذه هي أمنية أهالي فومن، خاصة أصدقاء وأقرباء الميرزا. وقد كتب له الشيخ محمد واعظ وهو من رجال الدين في فومن ومن أصدقاء الميرزا محمود رسالة في ذلك الوقت، كتبها إلى محمد تقي ذكر فيها هذا التوقع، والقصد منها أن عليه أن يقر أعين أهالي فومن كي يفخروا بمدينتهم أن أنجبت عالما مثله. ومحمد تقي كان عارفا بهذا التوقع، ولكن بالإضافة إلى رغبته في المضي قدما في دراسة دروس الحوزة العلمية، لكن قلبه كانت له مشيئة أخرى، وهي الحضور بين يدي السيد علي القاضي، ذلك الأستاذ الذي بإمكانه أن يدله على طريق السير والسلوك على أساس تعليمات أهل البيت عليهم السلام. وأخيراً وبعد مضي سنة استطاع أن يلتحق بدروس السيد علي القاضي. مجموعة صغيرة من الطلبة تحملوا أنواع الضغوط والكلام الذي قيل عنهم في سبيل الوصول إلى المقصود، ولم يكترثوا. طلبة مجدون على طريق كسب البعارف المعنوية في البحث عما هو أسمى من العلوم الرسمية، البحث عن المعرفة العميقة للذات وللوجود، وأخيراً للمعبود جل وعلا. الإنسان العارف لا يشك أبداً في وجود الحق تبارك وتعالى، وبغض النظر عن وجود الحق تبارك وتعالى فإنه يحيط علماً بأسماء وصفات الله تعالى، ويحيط علما بعلاقة الله بالكائنات وعلاقة الكائنات بالله، ويعرفها معرفة دقيقة وعميقة وملفتة للنظر كذلك. نعلم عن طلبة المرحوم آية الله قاضي من تردد عليه لعشر سنوات واثنتي عشرة سنة وخمس عشرة سنة. يأمر البعض بالأذكار كما نقل عن بعضهم، ويأمر البعض الآخر بأعمال تستغرق 40 يوما، كما نقل عنهم صعوبة فتح الباب لهم، وبعد 40 يوما تفتح لهم الأبواب المعنوية. ولكن يمكننا استنباط أن محور تعليمات العلماء كانت مراقبة النفس. إن أعظم ما يؤديه إنسان هو كشف حقيقة نفسه، وعن طريق اكتشافه لحقيقة نفسه يكتشف حقيقة الحق عز وجل. الله معنا ولكننا لسنا مع الله، الله معكم ولكننا لسنا معه. والمعرفة هي أن نكون مع الله، أن نضع أقدامنا على طريق نشعر فيه بحضور الحق،
وأقرب الطرق هو طريق النفس، وهو وجودنا نحن. عندما ننظر إلى أنفسنا نعرف الله تعالى. عندما يعرف شيء ما بجودته وقيمته يكثر المغشوش منه، ومن الطبيعي أن يكثر المستفيدون الذين يريدون التصيد في الماء العكر. وعندها اتخذ الهمداني خطوة أثرت على سير العديد من الرجال، وكما أعتقد أنه قد شخص مواطن الضعف وبشكل دقيق جدا كي لا تقع مشاكل، وهو أنه قرر ألا يرد في هذا المجال ولا يسمح لدخول هذا المجال إلا لمن نال الاجتهاد في الفقه والأصول. قال أستاذهم الفاضل آية الحق آية الله السيد القاضي: عليكم أولا أن تنالوا الاجتهاد في درس الأصول. إنه موضوع دقيق للغاية، فإن انحرفت بمقدار ذرة عن الفقه والمسائل المعنوية فسوف تهوي مع الفرق الضالة. لذا فإن هؤلاء الأفاضل كانوا ملتزمين بالشرع والآداب الشرعية، وحتى أنهم كانوا لا يعتبرون تعليم الفقه وتعلمه ضرورياً وجائزاً، بل إن بعض هؤلاء العلماء قد وصلوا في الفقه إلى مستوى المرجعية وكانوا مكلفين بتعليم الآخرين. استطاع السيد علي القاضي بصفته أحد المجتهدين المعنويين، استطاع أن يختار من أهل العلم رجالاً لديهم الاستعداد ويرشدهم بنفسه. علماء كالعلامة الطباطبائي وآية الله الشيخ محمد تقي آملي وآية الله الشيخ عباس قوتشاني وآية الله علي محمد بروجردي وآية الله السيد عبد الكريم الكشميري. هؤلاء العلماء الذين انضموا إلى دروسه بأشكال مختلفة، كما أصبح السيد محمد حسن إلهي واسطة لدعوة الشيخ محمد تقي للتتلمذ على يد السيد علي القاضي، وبعدها أخذ الشيخ محمد تقي بيد آخرين كالشيخ عباس قوتشاني لحضور دروس أستاذه. هذا ما قاله الشيخ محمود قوتشاني نقلا عن أبيه: أسكنوه حجرة في مدرسة المرحوم آية الله السيد محمد كاظم اليزدي رحمة الله عليه، من المدارس المعروفة في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وأنا سكنت حجرة هناك. وبعد 4 أو 5 أشهر لاحظت أن سلوك آية الله بهجت وأسلوبه يختلف عن بقية الطلبة، وأعجبني أسلوبه. ذات يوم أردت الوضوء عند حوض في وسط باحة المدرسة، وكان هو أيضا هناك. اقتربت منه وقلت له: إن كنت تحضر دروسا ولديك أستاذ أو مرشد فخذني إليه. فرحب بفكرتي وقال لي: حسنا فلنذهب معا غدا. وفعلا ذهبنا في غد ذلك اليوم إلى المرحوم السيد القاضي، ولم أفارقه 14 سنة. بالإضافة إلى الشيخ عباس قوتشاني، فقد كان الشيخ محمد تقي واسطة للسيد عبد الكريم الكشميري الطالب اليافع في ذلك الوقت. وكذلك عرف آية الله السيد أبا القاسم الخوئي الذي كان أستاذه في الفقه على السيد علي القاضي، فحضر دروسه المعنوية والأخلاقية. ولعل ما قام به محمد تقي كان لشكر الله على توفيقه للعثور على أستاذ كامل كالسيد علي القاضي.